كوبايتين من الدقيق ذات التخمير السلف ريزنج فلاور وكوبايتين من الدقيق العادي بلين فلاور وبنخلهم عليهم ملعقتين من السكر، ممكن تقللهم ملعقة كبيرة من السمسم محمص وملعقة كبيرة من اليانسون المطحون، وممكن يعني تضيفوا الشمر. بفركهم كده بنص كوباية من السمنة النباتية ونص كوباية من الزيت عباد الشمس، ولازم يكونوا بحرارة يعني الجسم. وبعد كده للعجوة عندي كيلو ضفت لهم ملعقة كبيرة من السمنة وملعقة ونص من القرفة، وبضيف على الكوباية بتاعة الموية دي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية معها ملعقة كبيرة من السكر، وأول ما بشيف يعني افتعلت كده بضيفها للدقيق وبقلبهم سويا. أنا ما بعجن، بعد كده ببتدي بفرد بعد ما بكون فردت العجوة وبقطعها يعني أو بطبقها بالطريقة دي زي المصر على 3 مرات وممكن على مرتين، وبعد كده بقطعها ورب يعني وبدهنا من فوق بعسل الأسود وبحله بالموية وبرش عليه السمسم وبدخلها في الفرن درجة حرارة 180 سلسيوس. ما بتاخد كتير، وكل سنة وانتو طيبين بصيام العطرة.